كوتش رميساء من وورلد جيم جراي سكوير. النهارده هنعمل تمارين لور باك بين. هنعمل تمارين بسيطه سهله تعمل في الجيم او في البيت. والبين في اللور باك عموما بيكون بسبب الوقفه كتير في الشغل او القعده كتير على المكتب. فالتمارين دي هتساعدنا كتير ان احنا نحسن من البريشر اللي بيبقى على اللور باك. هنبدا باول حاجه. هنعمل اول حاجه بقى بلانك. اهم حاجه مبقاش عامله ارج في ظهري وانا عامله بلانك، لان ده هيعمل بريشر اكتر على اللور باك واحنا مش عايزين نعمل ده. هبقى قلبه وسطي لتحت واظبط. هنعمل تاني حاجه جد، اثني الركب، اطلع بوسطي فوق وانزل تاني بالراحة على المات. بعد كده هنعمل بريد دوك. اهم حاجة برضو وانا بعمل التمرين ده مفيش ارج بيحصل قوي وظهري يطلع وينزل كتير. انا بفرد وظهري ستريت وارجع تاني كونتراكشن كور. بعد كده هنعمل اخر حاجه ستريتش لور باك. حط الرجل كده على رجل واسحب من دي عليا. كنت معاكم كوتش رميساء من وورلد جيم. ان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه.